الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا والحاضرين. آمين آمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه ما زلنا مع كتاب الدعوات، قال رحمه الله باب، قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم، أحمد بن يونس من ثقات الأزبات رواه الله الجماعة. قال حدثنا زهير. زهير بن حرب أبو معاوية أبو 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 خيثمة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. أيوة السلام عليكم. صحيح. الله يرضى عنك حبيبي. طيب ماشي ماشي يا شيخ. أنا كنت في الدرس فقلت أبين لك أن أنا خلاص عرفت واستقبلت الكلمة. الله يرضى عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أستاذ. معلش أنا آسف جدا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. من رضي الله عنك سيدي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو من الثقات، غير المكبر رضي الله عنك. قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري. نعم، سعيد بن ابي سعيد المقبوري، وهذا قلنا له لطيفه اسناديه وشهيه. تفضل. وهو من الثقات الاثبات. ممتاز. يروي مباشرة ويروي بايش؟ وسط أبيه. وسط أبيه رضي الله عنك. تفضل. وهنا مباشرة ما نزل على رضي عنك سيدي. هنا قال عن أبيه. عن أبيه؟ نعم، روى عن أبيه بالواسطة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. رضي الله عنه. أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هاشمي فلينفذ فراشه بكافلة بذلك. نعم. ولا يدري ما خلفه عليه. نعم. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعها، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. قال البخاري رحمه الله تبعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك، أسأل ربي أن يحفظك وأن يجعل من أحسناتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض. احنا قلنا عندما يأوي إلى فراشه لابد أن يفتقر إلى ربه افتقارا عظيما، فيسلم نفسه له ويلجئ ظهره له ويفوض أمره له ويحسن التوكل عليه، وهو الذي يحفظه على فراشه والذي يؤمنه على فراشه من هام الأرض، مما رأى ممن لا يرى. وفي هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى فراشه فلينفض فراشه بدخلات إزاره. طبعا دخلات إزاره من الداخل، وقال إزار لأنه يكون أيضا هذا الذي يمس البشرة، وهذا إذا علق به شيء يعني من التسخ أو شيء من ذلك لا يظهر، إنه لو فعل بكمه أو فعل بثوبه نفسه يظهر عليه فيفسد عليه ثوبه الذي يلبسه. فقال بداخلة ده، هذه العلة، ما في علة أخرى والله تعالى أعلم، بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني لا يدري ما خلف على فراشه، لأن الشيطان يأتي إذا دخل الرجل وسمى الله، قال الرجل لا مبيت لكم، وإذا وضع الطعام فسمى الله قال لا طعام لكم أو وغير ذلك، فإنه ممكن يخلفه على فراشه، يتمتع بفراشه نوما، بل يتمتع حتى بما يكون على الفراش. الغرض المقصود قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وهذا على أصل الجني في هذا الباب. نعم نعم. ثم أقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أنت يعني أنت القادر القوي المقتدر، أنا بك وضعت جنبي وإليك، فكأنه يقول آوي إليك وآوي إلى ركن شديد يفتقر إلى ربه جل في علاه، فباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ما عندي قوة إلى أن أرفعه إلا بك، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها من تحفظ بها عبادك الصالحين. شوف أمران عظيمان، إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن قبضت روحي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإنه يقول فإن قبضت هذه الروح فارحمها فتكون في رحمتك، تغفر لها ما قدمت وما أخرت وأنت أرحم الراحمين. وقلنا يساعد على ذلك أن يكون على طهارة وعلى وضوء، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني جعلها على الصلاح وعلى الاستقامة،
ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان اذا دعا قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. نعم. اخ بيقول: الامر هام. حاضر، انا خادم. السلام عليكم، انا ارمله واحببت واحد وطلبني للزواج، ولي بنتان وخايفه من اهل ان اهل زوجي المتوفي ياخذوهم مني عشان الوصايا، وعايزة أتجوز سر وعرفي عشان ما حدش يعرف هل الزواج العرفي حلال أم حرام. شهود واحد من أهلي واحد من أهلي. أولا يعني الزواج العرفي ما معناه عشان نفهم، يعني الزواج العرفي له صورتان. الصورة الأولى أنه يتزوجها بلا ولي ولا شهود، ويكتب ورقة مع المحامي أنه تزوجها، تقول له هبتك نفسي أو شيء من ذلك، هذا زواج باطل، هذا زواج باطل. أما إذا كانت لها ليس لها ولي أو ولي ليس عدل، سقطت ولايته وولت العدل في ذلك أن يزوجها، فتكون الزواج صحيح. فلا بد أن يكون من ولي وشهود عدل، لأن الإنسان قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حتى بقى إن كان كتبوا عند مأذون ما كتبوا عند مأذون، هذا نكاح شرعي صحيح، ليس فيها ثمة شيء، هي يعني تكون زوجته. فإن خشيت على أولادها وزوجها رضي بأن تكون معها بناتها وهو أيضا وقته في ذلك يرضى بذلك، فالأمر يحتمل، الأمر يحتمل. وإلا أيضا حتى لو تزوجت وانتقلت الولاية أو الوصاية تنتقل لأمها، تنتقل لأمها لأختها، ما تنتقل أيضا لأهل الزوج، ما تنتقل، تنتقل لأمها. ومع ذلك أقول المسألة واقفة على الزوج، إذا رضي صح الزواج وليس فيه ثمة شيء. قد بينت المسألة محمد إسماعيل رضي الله عنك، بل أنت جزاك الله خيرا أن بينت أن هذا مطلوب ومهم وأنا خادم. وهنا عندما قال: فإن أرسلتها فاحفظها من تحفظ به عبادتك الصالحين، احفظها من الوجاج، احفظها من السقوط، احفظها من الفتنة، احفظها من الهلاك. هلاك طبعا، الهلاك هنا الهلاك المعنوي، من أن تسير على خط الضلال أو خط الهلاك. هذه مسألة عظيمة. الفوائد المستنبطة: الشريعة اهتمت بالمكلف في كل شيء، وعلمته كل الآداب التي يتأدب بها عند نومه. إثبات قبض الأرواح عند النوم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا قال: فإن أمسكتها فارحمها. الفائدة الثالثة: ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.